تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. وقد جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسؤدد.